ثانية فكتكتها. لازم تغسليها. طيب خلاص بكير بغسلهم بسرعة. ييه بدها تكتكتهم وبدها تاكل وايديها وسخين وعليهم جراثيم. لازم نغسلهم من هون ومن هون وبين الاصابع. من هون ومن هون وبين الاصابع. هيك صار نظاف؟ إذا أكلنا فيها وهي
وشو عليها؟ دراهم بصير من عمرها. صح، مدفونها. يلا استفدنا من الرسمات انه ننظف ايدينا قبل الاكل وبعد الاكل. صح، علشان ايه؟